تلقى مغاربة العالم باستغراب كبير قرار الحكومة الحالية القاضي بعدم السماح لهم في التصويت والترشيح للانتخابات المقبلة، حيث خلت التعديلات التي قامت بها وزارة الداخلية على القوانين الانتخابية من أي إشارة إلى مشاركة الجالية المغربية في انتخابات أكتوبر المقبل، لتسير بذلك الحكومة على نفس النهج الذي سارت عليه الحكومات السابقة في حرمان قرابة 5 ملايين مهاجر مغربي من أهم الحقوق الدستورية. احنا مرة أخرى تلقينا هذا الخبر ديال الإقصاء ديال الجالية المغربية في العالم من المشاركة السياسية في الانتخابات المقبلة باندهاش. لازم يشاركوا في هذا المشروع السياسي، خصوصا احنا يعني كمغاربة العالم يعني مرتبطين بالعالم بالمغرب بشكل كبير اقتصاديا وثقافيا ودينيا، وتنتحمسوا لأي مشاركة يعني تجي خصوصا من صاحب الجلالة، وتنتمنى يعني في القارب العاجل نشاركوا وتعطينا حتى احنا الفرصة ديال المشاركة في الانتخابات. بعينا الثمانينات جاو مغاربة اللي قراو هنا ولو كفاءات، يعني عندنا تبارك الله عندنا مهندسين دكاترة يعني ناس اللي قاريين أطباء، لكن دائما تبقى مرتبطة مع البلاد. هذا الارتباط بالبلاد كاين جوج ديال الحوايج، أولا الثقافة وهو اللغة والدين والمؤسسات ديال الدولة. حتى علاقة الربط بالبلاد ما تكفيش غير بالبطاقة الوطنية أو بالجواز، خصنا أكثر المشاركة الفعلية في الشؤون ديال البلاد اللي كان بزاف ديال الحوايج اللي تهمونا. وللمواطنين وجه هذا النداء، إن التصويت حق وواجب وطني وأمانة ثقيلة عليكم أداءها، فهو وسيلة بيد أيديكم لتغيير طريقة التسيير اليومي لأموركم. وفي سنة 2005 أكد الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 30 للمسيرة الخضراء على ضرورة إشراك مغاربة العالم في الحياة السياسية وحق المواطنة كاملة والمشاركة في كل مؤسسات ومجالات الشأن العام من خلال تمكينهم من تمثيلية حقيقية داخل مجلس النواب ومجالس الحكامة، كما أقر ذلك دستور 2011 الذي نص على ضرورة تمتيع مغاربة العالم بحقوق المواطنة كاملة بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات. أنا شخصيا جاني قرار جائر وظالم حق جميع المغاربة المقيمين بأرض المهجر، لأن كاع الخطابات الملكية السامية من 2005 كتعطي الحق لأي مواطن مغربي مقيم خارج أرض الوطن، كتعطي حق التصويت وحق الترشيح، واللي زاد أكد هذا الشيء هو الدستور ديال 2011. ولكن مع الأسف كنشوفوا بلي هذا الشيء غير كلام على ورق، ما كاينش تطبيق. أنا في نظري هذا حق مشروع الجالية، لأن الجالية يعني مرات بمراحل كبيرة ومدة سنين متعددة الجالية طورت، وتبارك الله عندنا بزاف ديال الأطر اللي أطر مهمة يعني في الخارج، والتمثيل ديالهم في يعني في البرلمان المغربي. أنا بالنسبة لي تمثيل يعني مهم، وحرمان ديالهم من هذا الحق اللي هو مشروع كنظنوا انه بكل صراحه يعني حرمان يعني غير لائق، وكيرجع يعني بالسوء ليس فقط على الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج، ولكن حتى على المغرب حد ذاته. وأدى تماطل الحكومات السابقة والحكومة الحالية في عدم تنزيل مضامين الخطب الملكية إلى حرمان المغرب من الاستفادة من خبرته وكفاءة أبنائه، خاصة وأن المغرب يحتل المرتبة 3 عالميا من حيث هجرة الأدمغة بحجج أمنية وأخرى تتعلق ببعض الصعوبات الإدارية والتقنية، في الوقت الذي يتم فيه تسخير كل الوسائل التقنية والإدارية والمالية عندما يتعلق الأمر بالاستفتاء على الدستور. ويؤكد الخبراء في مجال الاتصال والمعلوميات على إمكانية التصويت عن بعد، وذلك باستخدام برامج وتقنيات جد متطورة وبأقل تكلفة مالية ممكنة. انا كنشوف الطريقه التقنيه ماشي واعره بزاف، يعني كاينين وسائل في الموبايل الا طلعات بحال اللي كيديروا الابناك، طلعات مثلا البطاقه الوطنيه النمره ديال البطاقه الوطنيه مع النمره ديال التليفون،
يقدروا يداروا دي زاب في التليفونات اللي يمكن لهم يداروا تصوات بصفه فريمون تري سور واللي ما يمكنلاش تزور. دونك لا تكنولوجي كاينه كتبقى واش كاينين زعما كاين واحد لانتيغي كاين واحد لانتيغي بور لا ترونسبارونس واش حتى حتى لي زانفورماسيون كيبانوا ليا مهمين اللي خصهم يجيو من البلاد يعني الناس باش يصوتوا خصهم يكونوا يعرفوا يعرفوا المعلومات اللي جايين من البلاد يقولوا معلومات على على لي بارتي بوليتيك وعلى على السياسة بصفة عامة في المغرب. ويأمل مغاربة العالم في أن يتمكنوا من ممارسة حقوقهم الدستورية وأن يتم إشراكهم في تدبير الشأن العام المحلي والوطني، خاصة وأن جزءا هاما منهم منظم في إطار جمعيات ومنظمات مدنية وسياسية ببلدان إقامتهم، ويمتلكون من الخبرة والكفاءة والتجربة ما يؤهلهم للمساهمة في رسم السياسات العمومية ومسلسل التنمية وفي بناء المغرب الذي ينشده الجميع. فلا يمكن لمغرب اليوم أن يعبر إلى الضفة الأخرى دون تضافر الجهود بين مغاربة الداخل والخارج، توحدهم في ذلك وجود إرادة سياسية لأعلى سلطة في البلاد. حرمان مغاربة العالم من الحق في المشاركة السياسية هو خرق لمضامين دستور 2011 واستمرار في سياسة الإقصاء والتهميش ضدهم وتجسيد للصورة النمطية التي لا ترى فيهم إلا مصدرا للعملة الصعبة فقط. الغالي محمد رشاجدة، زوريخ.